يهتم الجميع اليوم بالخبر لحظة وقوعه ويتصفح الفيسبوك عبر هاتفه النقال ليتعرف على أخبار الولاية التي يقطن فيها أو سيسافر إليها. الفيسبوك هذا الفضاء الأزرق الافتراضي الذي ينافس في الجزائر باقي مواقع التواصل الاجتماعي صار يزخر بصفحات متعددة تجتمع كلها في اسم أخبار، من السياسة إلى المجتمع والثقافة وصولاً إلى أعمال الخير. تتنوع أخبار صفحات كثيرة اختار مؤسسوها أن يصل إلى المواطن عبر الخبر. من غردايا وأخبارها وصولاً إلى جيجل وتكسانا إلى أخبار الجلفة وسكيكدا وبسكرة وولايات كثيرة يزداد عدد المشتركين والمهتمين. ويرى المختصون بأن قلة تناول وسائل الإعلام التقليدية لأخبار الولايات والجزائر العميقة أو عجزها أحياناً عن نقل كل شيء هو ما يجعل من الصحفي المواطن يؤسس صفحة تهتم بأخبار حيه وبلديته وولايته. ومع كل هذا التنوع في الصفحات تحولت هذه الأخيرة بدورها إلى مصدر للمعلومة بالنسبة للصحافة التقليدية التي تتحرى وتدقق بدورها في الخبر وصحته. وليس غريباً اليوم أن تجد صفحة تهتم بأخبار حيك الذي تسكن فيه أو تجد خبرك بالصورة على صدر صفحة من هذه الصفحات.